أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول نلاحظ هذه الأيام جرأة عدد من الشباب في الكلام على العلماء وانتقاصهم، حتى وصل الأمر بهم إلى وصفهم بالمداهنة. أرجو منكم التبيين في هذا الأمر وخطر الكلام في العلماء وتوجيه الشباب في هذا الأمر. الإنسان لا يجني إلا على نفسه، إذا تكلم في المسلمين علماء أو غير علماء، إذا تكلم في أعراض المسلمين فإنه لا يضر المسلمين وإنما يضر نفسه، فيكون مغتابا، يأكل لحوم الناس. الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وغيبة أهل العلم أشد، لأن أهل العلم هم محل الثقة للأمة وهم القدوة، فإذا اغتابهم وتناول منهم فإن هذا يسيء إلى الدين ويسيء إلى العلم الذي يحملونه ويزهد الناس فيهم، يترتب عليها أضرار ومحاذير كثيرة. كل محذور منها يكفي للتأثيم ويعرض للعقوب. فعلى المسلم أنه يمسك لسانه ولا يتكلم في المسلمين عموما وفي ولاة الأمور وأهل العلم خصوصا، يمسك لسانه، وإن لم يمسك لسانه فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يجني إلا على نفسه.